اهلا بيكو في محاضرتنا النهارده عن الكلاس روم مانجمنت. احنا في الكورس بتاعنا تريننج اوف ترينرز اتعلمنا شويه حاجات عن ازاي نستعد للكورس وازاي اسف نستعد للليسن وازاي نجهز الماتيريال الريسورسز ازاي نقيس البرفورمانس بتاع الطالب ازاي نقدم المحاضره وازاي نقدم الاكتيفيتي والديمونستريشنز. فالحقيقة كل ده مع بعضه المفروض انه بيوعدنا ان احنا بقى نخش الكلاس ونتكلم. في محاضرتنا النهاردة الحقيقة دايما زي كل مرة ببتدي بان انا افكرك ب don't learn teach علشان ما ننساش واحنا ماشيين اهمية ان احنا نعلم علشان احنا نتعلم. الكورس بتاعنا ان شاء الله هيبقى فيه المحاضرة بتاعتنا النهاردة هيبقى فيها ثلاث نقط رئيسية، هي الموتيفيشن والتايم مانجمنت والان كلاس مانجمنت. هنتكلم عن كل واحدة منهم، هتاخد وقتها. ارجو ان النصايح اللي هنقولها في الجزء في المحاضرة دي تفضل منتبه ليها اغلب الوقت، لان هي نصايح الحقيقه خلاصه شغل ناس كتير طبعا منهم العبد لله، لكن النصايح دي وان كانت هتتفلت منك بعضها لكن فعلا بتزود كفاءتك في الشغل في اي كورس وفي اي محاضره. لو ابتدينا اول جزء من المحاضرة دي وهو الموتيفيشن، ازاي نموتيفيت المتدربين او المتعلمين او اللي جايين يتعلموا مننا حاجة. الموضوع بتاع الموتيفيشن موضوع كبير وبتقال فيه محاضرات وكورسز لوحده برضه، لكن الحقيقة احنا هنا هنحاول نركز على نقطة مهمة وهي احنا ليه عايزين نعمل الموتيفيشن. فكرة الموتيفيشن ببساطة ان انا اخلي الطالب او المتدرب اكثر انتباها، فول ستوب. ليه أكثر انتباها؟ علشان طول ما هو منتبه ليا ومتابع اللي أنا بقوله يبقى هينصب أكتر، هيستفيد أكتر، هيتعلم أكتر، يبقى الفايدة اللي هيطلع بيها من الكورس هتبقى أعلى وأحسن. فده الهدف الرئيسي من الموتيفيشن إن لم يكن الهدف الوحيد بالنسبة لنا وإحنا بندرس. يبقى من هنا هنحتاج نتعرف على إزاي نعمل موتيفيشن. في واحد اسمه ريتشارد داني، واحد من ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، لكن ريتشارد داني تحديدا حط لنا خمس قوانين للموتيفيشن. وهنا بحب دايما اقف عند كلمه لوز اوف موتيفيشن، كلمه قوانين دي، ان يا جماعه لا، دي نصايح من خبره الراجل، من دراساته، من ابحاثه، لكن في الانسانيات بشكل عام في كل ما هو له علاقه بالعلوم الانسانيه والتعامل بين البشر ما نقدرش نحط قوانين فاصله زي ما بنعمل في الفيزياء والكيمياء وما الى ذلك، وانما بتبقى نصايح قويه او نصايح يعني نص نص، لكن في الاخر هي نصيحه لايه احسن حاجه تعملها. اول نصيحه بيحطها لنا ريتشارد داني هي علشان تموتيفيت الناس لازم انت نفسك تبقى موتيفيتد. الحقيقه دي حاجه من الحاجات بنشوفها كتير، في ان انت تيجي تدخل محاضره وبالذات للاسف في المدارس والجامعات اللي هو المفروض الناس اللي فيها يبقوا الاكثر موتيفيشن للطلبه بتوعهم، بتخش تلاقي الاستاذ داخل بيرمي الحاجه على المكتب وداخل اقعد يا ابني انت وهو اقعدوا بقى اسمعوا، ها لو ما سمعتوش انا هسيبكم وامشي. طبعا ده مش موتيفيشن، انت كده تفصل تماما، بتضيع الناس منها خالص. فلا، انت كواحد علشان الناس تبقى موتيفيتد انها تسمع لك وتتعلم منك وتطلع منك بحاجه، يبقى انت نفسك لازم روح الموتيفيشن تطلع منك، تبقى قدامهم انت شايف اللي بتعلمه ده حاجه مفيده وقويه وليها لازمه وتستاهل الوقت والانرجي اللي بيتحطوا فيها. ف من هنا يبتدي اول حاجه، علشان فعلا انت تبقى موتيفيتد للي انت بتدرسه يبقى لو ليك الخيار اختار اللي انت بتحبه، اختار الحاجات اللي انت بتحبها، الحاجات اللي انت عايز تتعلمها، الحاجات اللي انت عايز تطور نفسك فيها، الحاجه اللي هي انت في عائد شخصي عليك، عندك اجنده خاصه بيك لما بتدرسها. هتقول لما تبقى انت عندك
ده في خلفيتك وفي بالك وانت شغال، هتبقى انت نفسك موتيفيتد للي انت بتعمله. work with passion. work with passion يعني انت لازم روحك تبقى واضحة، لازم اللي قدامك يحس ان انت فعلا مؤمن بالكلام اللي بتقوله وحاسس بيه وشايف اهميته وشايف فايدته وحاسس بالمصلحة اللي هتعود على اللي الناس اللي قدامك من وراه. اذا ما كانش الباشن دي طلع في صوتك وطلع في شكلك وطلع في حركاتك، الناس مش هتعلم منك حاجه، مش هتستقبل منك حاجه، واذا استقبلت هتستقبل نسبه صغيره جدا من الكلام اللي انت بتقوله. برضو خلي الحماس ده يبان، من جزء من اظهار الباشن ان الحماس يبان في وشك، يبان في حركتك، يبان في نبره صوتك، ما تخليهوش يستخبى ابدا. لكن خلينا واقعيين، يا ترى انت دايما بتبقى عندك اختيار كامل لتدرس ايه او ما تدرسش ايه؟ حتى لو اخترت كورس انت بتحبه، ساعات بتبقى فيه توبكس جوه الكورس ده انت مش مهتم بيها او مش حاسس قوي باهميتها، لكن لسبب ما محتاج تتكلم في النقطه دي. هنا يجي بقى الواجب اللي عليك. انت واجب عليك تربط الناس بالكلام اللي انت بتدرسه، بالكلام اللي انت بتعلمه. يبقى حتى لو في حاجه انت مش موتيفيتد قوي ليها لسبب او لاخر ولازم تتكلم فيها، مثل. ايوه مثل. انا عارف وقلت لك قبل كده يمكن انك لما بتمثل اللي قدامك بيحس انك بتمثل، بس يمكن يا اخي مع الوقت تمثيلك يتحسن وتبقى بتمثل كما لو كنت طبيعي، مش كده ولا ايه؟ لان في الاخر دي مسؤوليتك، انت واجب عليك تربط الناس بالكلام اللي انت بتقوله. بما ان ده واجب عليك انك تربط الناس باللي انت بتقوله، يبقى بقى واجب عليك ان انت تديهم الموتيفيشن وتديهم الانثوزيازم، الحماس اللي مطلوب ان هم يشتغلوا بيه. وبالتالي يبقى التمثيل هنا جزء من واجباتك لو ان انت مش قادر تطلعه 100% من قلبك. وبعدين مع التدريب اللي بتطلعه المره دي تمثيل، المره الجايه هيبقى نص نص، المره اللي بعديها هيبقى احسن واحسن. طيب النصيحة الثانية اللي بيقدمها لنا ريتشارد داني ان لازم يبقى فيه جولز، ان الموتيفيشنز محتاجة جولز. في الاخر انا بموتيفيت يو، بحركك في اتجاه ايه؟ اوكي؟ اذا ما كانش الجول ده واضح انت هتتحرك ليه؟ ايه اللي هيخليك تتعب ويخليك تعمل انرجيز؟ ما كنتش شايف وباصص على اللي انت عايز توصله، هتوصله ازاي؟ بيبقى بالتالي انت محتاج وانت بتشتغل ان انت تركز على ايه المفروض تطلع بيه من المحاضرة دي، ايه المفروض ان احنا نطلع بيه من الجزء ده من المحاضرة، ايه اللي المفروض نطلع بيه من الكورس كله، ايه الجولز بتاعت الكورس والمحاضرة. ودايما فكر اللي قدامك بالحاجات دي هتفيدهم في ايه في المستقبل. اربط دايما باللي جاي، اللي فات فات، انت بتعلمهم حاجة النهاردة عشان يستفيدوا بيها بكرة. يبقى حاول تفكرهم بالفايدة اللي هترجع عليهم، الفايدة المباشرة اللي هترجع عليهم، سواء في التعليم، في الدراسة، في تنمية الكارير، في 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 في. فكرهم دايما بالبنفيتس، بالفوائد اللي هتعود عليهم. دايما اذا كان الكورس بتاعك فيه درجات وفيه ارقام وفيه ABC او 10% و5% ودرجة واثنين ودرجة وربع، تجنب ان انت تتكلم في الموضوع ده. هنيجي قدام ونتكلم على الاكسترنسك والانترنسك موتيفيتورز، بس ده قدام شويه. لكن دلوقتي انت ما تقولوش اعمل ده والا الدرجه هتنقص، لا، قول له اعمل ده علشان هتتعلم، اعمل ده عشان تبقى احسن في دي، اعمل ده عشان انت تبقى بني ادم احسن، اعمل ده عشان تبقى انسان قادر على ان انت تحقق اهدافك. اعمل. حاول دايما تستغل الجمل دي بعيدا عن النجاح والسقوط والدرجة والدرجة ونص وتجمع كام في المية وكام في المية. لما تتجنب الكلام ده الروح بتاعة المحاضرة والروح بتاع الكورس بتتغير. بتتغير من ناس عايزة تجمع درجات لناس عايزة تبني نفسها للأحسن. القانون الثالث اللي نحب نتكلم عنه وهو القانون ان الموتيفيشن نيفر لاست. علشان المحاضره بتاعتنا ما تطولش انا هقسم
الفيديو ده لتو فيديوز، ف او اكشلي ثلاثه ان شاء الله. فهنقف هنا ونرجع الفيديو الجاي نتكلم على يعني ايه موتيفيشن نيفر لاست.